السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام اللي نتابع بيها ملفنا الأول قانون جرائم المعلوماتية اللي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى أثار موجة من الردود المتباينة وجدل على المستويين السياسي والشعبي، فبين قلق من نصوص واردة تصف الأمر بالقنبلة الموقوتة وبين آراء أخرى ترى من الضروري ضبط إيقاع استخدام المواقع وبما لا يتعارض مع حق الوصول للمعلومة وحرية التعبير المكفولة دستوريا، وعلى مدار سنوات قد خلت ظل هذا القانون مثار جدل ومركون على رفوف السلطة التشريعية، غير أن العودة الجديدة ومحاولات إحياء قابلت اعتراضات لكنها نسبيا دون مطالب الحاجة الملحة التي ترى من الضروري تشريع قوانين تنظم وتقنن استخدام الفضاء الإلكتروني. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا الأحبة من حصادنا لهذه الليلة فإن العراق والكويت تجاوزا مرحلة السقوط بعد سقوط نظام صدام وأغلقت الملفات الخلافية وصفرت كامل الديون والتعويضات، لكن نقاط إشكال بدأت تظهر ورويدا رويدا عنوانها الأساسي استياء عراقي من تصرفات كويتية على خلفية مناطق مشتركة تعامل الكويتيون معها كأرض كويتية دون أذن مسبق من العراق، وأما هذه التصرفات غير العفوية بطبيعة الحال وفقها كيف ستتعامل بغداد مع الخطر الاقتصادي والنفطي فضلا عن خدش السيادة، خاصة وأن الجارة الجنوبية لا يبدو أنها متفهمة أو حتى مهتمة للمخاوف العراقية. هذان الملفان مشاهدي الأحبة راح نتابعهم خلال حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحباب، هذا ملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي والدكتور محسن العقيلي الخبير القانوني، حياكم الله ضيوفي الكرام، اهلا ومرحبا بكم. ابدا مع حضرتك استاذ جاسم، نتحدث عن قانون جرائم المعلوماتيه، بالتالي لما مجلس النواب يقراه قراءه اولى بناء على توصيات وحاجه اوصت بها الجهه التنفيذيه وزاره الاتصالات، هذه التكاملية هل نجدها جديدة على العملية السياسية؟ وإذا كانت تدار الأمور بهكذا روح، هل من الممكن أن نشرع هكذا قانون وقوانين أخرى ظلت طويلا على أدراج النسيان؟ يعني في البداية تحية لجنابك إلى جناب الضيف الدكتور وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. لك كل التحية. قطعا أحد المعوقات التي أصابت أو شوهت النظام السياسي في العراق هو لم يكن هناك تكييفا قانونيا ينص على ملاحقة الجرائم الإلكترونية التي تتعلق سواء بالحط أو التقليل من الشخص أو المؤسسة أو الدولة، وبالتالي كان هناك فوضى وكان هناك تأخير وتأجيل لهذا القانون مستندين على المادة 38 من الدستور العراقي التي تنص على حرية التعبير، وبالتأكيد حتى هذه المادة التي تنص على حرية التعبير كان فيها يفترض أن يكون هناك تفصيلا قانونيا لهذه المادة الدستورية. هذه خطوة جديدة مهمة جدا تكاملية في بناء الدولة بالشكل الذي يؤمن الأمن والاستقرار. صحيح هناك آراء قد تذهب إلى أن هناك مخاوف من أن يستخدم أو يتم الاستفادة من هذا القانون على أساس تكميم الأفواه، وهذا طبعا غير صحيح باعتبار أن دفع
القانون باتجاه السلطة التشريعية هو يبدو أن وجه جديد للنظام السياسي في التعامل مع ملف خطير ومهم جدا هو ملف يعني الجرائم الإلكترونية وما يتعلق بالاتصالات وتحميل كل من يظهر على أي أو ينطق بأي معلومة يتحمل مسؤولية هذه المعلومة باعتبار أن قانون الجرائم الإلكترونية موجود في كل النظم السياسية الديمقراطية التي تتعامل بحزم مع كل من يخرق هذا القانون. هذه نقطة. طيب. النقطة الأخرى، أنا باعتقادي توقيت هذا القانون جاء مناسب لما شهده العراق من سنوات سابقة. تعرف سنوات السابقة كان هناك فوضى عارمة وكبيرة، وهناك من يصرع عبر شاشات الإعلام وغير الإعلام والتواصل الاجتماعي بما يريد أو بالانتماء الذي ينتمي إليه أو بالزاوية التي حقيقة يقف من خلالها. الآن هناك قراءة ثانية ستتم لهذا القانون، وبالتالي سيشرع ويطبق هذا القانون، لأنه سيلزم أولا يلزم الفرد الشخص الدولة المؤسسة كل من له علاقة حقيقة بالفضاء الخارجي أن يلتزم بمعايير مهنية وأن يكون موضوعي. ثانيا هو لا يتقاطع مع حرية الرأي والتعبير، لأن حرية الرأي والتعبير على المستوى السياسي والاجتماعي مكفولة ومقبولة على أن لا تكون جارحة ومتجاوزة لحدود حقيقة شخصيات أخرى، بالذات عندما يكون هناك نص أن حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين. هذه طيب. نقطة. النقطة الثانية، يبدو أن السيد السوداني في تساوي أو توازي في عملية الذهاب إلى مؤسسة الدولة. مرة يأخذ البعد الذي نتحدث عنه الفساد المالي والإداري، وهناك هيئات وهناك الأمن الوقائي ووضع شخصيات مهمة مثل أبو علي البصري، ومرة يذهب إلى يعني مؤسسة الإعلام، وهذا مهم جدا. القصد ليس مؤسسة الإعلام يعني وضعه في داخل صندوق الحكومة أو الدولة، إنما مؤسسة الإعلام التي يفترض أن تتوازن وتتساوى مع الحالة العراقية التي عانت الكثير حقيقة من وراء الفضاء. الفضاء كان له أثر كبير وسلبي وأثر بشكل كبير، ولم يكن متفاعلا لا بحالة إيجابية إنما بحالة سلبية. طبعا هذا هو مو تعميم، ولكن الجزء الأعم الأشمل الذي كان يقلق الشارع العراقي. أيضا هذه الدوافع دكتور، اسمح لي أقاطعك أستاذ جاسم. دكتور محسن وجدت ترحابي بحضرتك. يتفضل أستاذ جاسم الموسوي بعدة يعني عوامل أثرت القراءة الأولى لهذا القانون وحاجة ملحة لقراءة قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه. ونتذكر عندما نقرأ الوقائع العراقية أو بالأخير دواعي تشريع هذا القانون أو مبررات هذا القانون، وغالبا ما تكون اجتماعية. اليوم لما نتحدث عن جرائم المعلوماتية، يعني هنالك ظواهر ابتزاز إلكتروني بدأت تستشري في المجتمع، إساءة للقيم والأعراف الاجتماعية بدواعي الحرية وعدم تكميم الأفواه وغيرها من هذه المتطلبات، شلون نشوف أن قضية التشريع في هذا الوقت بالذات وسط هذه الحاجة الاجتماعية؟ نعم، تحية طيبة لك عزيز أستاذ أحمد، للسيد الضيف ولجميع السادة مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة قبل الخوض بتفاصيل يعني مشروع القانون، لابد أن نقول بأن الدستور العراقي ورغم بعض الملاحظات عليه إلا أنه واحد من أهم الدساتير في المنطقة في مسألة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والاحتجاج السلمي وحماية الطباعة والصحافة والإعلان والإعلام والنشر. ولكن المشرع الدستوري أيضا قيد هذه الحرية بقيد مهم جدا، وهي أن لا تخالف النظام العام والآداب العامة، وأعتقد المادة 38 من يطلع عليها سيجد ذلك واضحا وجليا. أيضا العراق من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وواحدة من أهم هذه الحقوق التي نص عليها العهد هي حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر. وبالتالي ما أريد أن أقوله بأنه أي تشريع قانون يحدد أو يقيد من هذه الحقوق يجب أن يكون التحديد أو التقييد يدخل ضمن زاوية حماية الآداب العامة وحماية النظام العام، وإلا كان مخالف للدستور ومخالف للاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها العراق على المستوى الدولي. بالنسبة لي مشروع قانون يعني جرائم المعلوماتية، كما هو معلوم بأن هذا القانون هو موجود في أرقة مجلس النواب منذ عام 2011.
أي منذ الدورة النيابية الثانية وتحديدا في حكومة السيد المالكي. وأنا ذاك احترضت لجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة والإعلام على تشريع هذا القانون، لأن اللجنتين كانت ترى بأن يعني هذا القانون فيه انتهاك لحرية الإنسان في مجال استخدام يعني الحاسوب والإنترنت. في عام 2014 أيضا تم التأكيد على وجوب إقرار هذا القانون من قبل الحكومة، وفعلا قرأ أولى عام 2015 وقراءة ثانية عام 2017 أي في الدورة النيابية الثالثة، ولكن لم يستطع مجلس النواب أن يمضي في التصويت على هذا المشروع بسبب الاحتراضات الشعبية والسياسية أيضا على القانون آنذاك. أعيد الطلب أيضا في عام 2019 وتم قراءته قراءة أولى، وفي عام 2020 تم قراءته قراءة ثانية ولم يتم التصويت عليه أيضا. بمعنى أنه مشروع القانون هو يعني جدلي موجود في مجلس النواب، وهذا الجدل ليس فقط ردود أفعال شعبية وإنما حتى ردود أفعال سياسية من بعض الكتل السياسية. هذا أولا. ثانيا يعني من خلال تدقيقنا لمشروع القانون، هو كضرورة تشريعية نعم توجد ضرورية تشريعية لتشريع مثل هذا القانون، ولكن يعني كاختصاص في القانون نرى بأن العقوبات الموجودة في القانون جاءت بالشكل يعني النظام العقابي جاء بشكل مشدد، حتى أنها في بعض الفقرات لا تتلائم مع الجرائم المرتكبة. يعني إحنا مشروع القانون هو كله عبارة عن 31 مادة بما فيه مادة التعريف ومادة نفاذ القانون. في 31 مادة وضع المشرع في هذا القانون 63 عقوبة ما بين يعني السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامة. يعني عندنا 10 حالات في القانون عقوبتها السجن المؤبد والغرامة بين 25 إلى 50 مليون، و 25 حالة عقوبتها السجن المؤقت وغرامة من 10 مليون إلى 30 مليون، و 28 حالة عقوبتها الحبس لمدة أقل من سنوات وغرامة ما بين مليونين إلى 30 مليون. بمعنى أنه يعني هناك يعني نوعا ما تشديد في العقوبات، وهناك يعني استحداث لجرائم، مع أنه السياسة الجنائية الحديثة تتطلب التقييد بعض هذه الجرائم، لكن كضرورة تشريعية نعم أتفق بما ذهب إليه الأستاذ جاسم الدكتور جاسم بأنه هناك ضرورة تشريعية لتشريع مثل هذا القانون لضبط يعني الفوضى الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل التواصل الإلكتروني بصورة عامة. طيب أستاذ جاسم، نتحدث عن أهمية هذا القانون ونأخذها من زاوية أنه هذه اللجان التي تشترك في القراءة الأولى والإعداد لهذا القانون، لجنة الأمن والدفاع النيابية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة النقل والاتصالات. بالتالي لما عندنا كم هائل من اللجان البرلمانية تشترك في هذا القانون، نستطيع أن نوضح هذه الأهمية من خلال هذه اللجان؟ طبعا فقط إضافة إلى ما تفضل به الدكتور الكريم في يعني في تحليله القانوني، أنه المحاكم واجهت مشكلة كبيرة جدا في أن هناك الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية بدأت تحقيقها تكبر وتتسع، بحيث لم يتمكن كثير من القضاة حتى في قانون العقوبات 111 من تكييف مواد قانونية تلاحق الذين ينتهكون حقوق الآخرين. وبالتالي كان من الضروري جدا قلنا تشريع هذا القانون لكي نوضع تكييف جديد قانوني واضح المعالم لمن يريد أن يرتكب أو لمن يفكر أن يرتكب بالخطأ بالجرائم المعلوماتية. اشتراك عودة على جوابا على سؤالك، اشتراك هذه اللجان مهم جدا في النظام الديمقراطي المؤسساتي. يجب أن تكون جميع الزوايا حاضرة في تشريع قانون يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع، يعني ربما قوانين أخرى تتعلق بين مؤسسات الدولة مع بعضها البعض. هنا نتحدث عن مجس مهم جدا هو حرية التعبير وحرية الرأي السياسي وغير السياسي والتي كفلها الدستور، وبذلك عندما تحضر هذه المؤسسات بالتأكيد ستبدي ملاحظاتها وآراها، وهذا يعزز من قيمة القانون أنه لم يشرع لصالح سلطة، إنما يشرع لصالح دولة وبناء علاقات واضحة المعالم مبنية على أساس الحقوق والواجبات بين المواطن ومؤسسات الدولة، على أن تكون هناك هذه المسؤولية متبادلة ويتحمل العقاب والثواب
كل من يخطأ، حتى الدولة عندما تخطأ في حقوق المواطن هناك مؤسسات أخرى في الدولة يستطيع أن يقدم شكوى. هذه اللجان بكل تأكيد أولا ستعزز، ثانيا ستطفئ هذا التسويق الذي يحاول أن حقيقة يمنح هذا القانون صفة سلبية على أنه قانون ستستخدمه السلطة أو الأحزاب لتكميم الأفواه وربما لتصفية الحسابات. أنا لا يعني قد لا أختلف مع الدكتور، العقوبات المشددة في مواده قد تكون عقوبات أكثر من قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بالجرائم الجزائية أو بالمحاكم الجزائية، وهذا بحد ذاته أيضا مخيف، زاوية مخيفة. لكن بنفس الوقت عندما تكون هناك لجان مشكلة لممارسة فعل التأثير في صناعة قانون مهم جدا ومن الزوايا المتعددة، وهذا القانون يخرج دون قيمة، يعني قيمة عقابية، بكل تأكيد لن تكون له قيمة تطبيقية، وبالتالي السلطة التطبيقية يعني السلطة القضائية لن تتمكن ممارسة دورة في النظام الديمقراطي. يستخدم القانون بطريقة متعسفة لإحقاق الحق ولضبط إيقاع حركة المجتمع، وهذا ليس عيبا، ليس من الصحيح أن حقيقة أن نشكل هذه اللجان ونخرج بقانون وبعد ذلك تكون هناك اعتراضات لحقوق الإنسان وما شابه ذلك، ومن حقهم، ولكن ليس من الصحيح أن نقلل من القيمة الحزمية للقانون. أنا لا أطالب حقيقة بتجديد عقوبات، ولكن أطالب بإحقاق الحق في هذا القانون، لأن أساس تشريع أي قانون هو لإحقاق الحق سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى مؤسسات الدولة. وفقا لذلك دكتور محسن، يعني بعض اللجان والجهات، خلينا نتحدث عن الجهات المعارضة لهذا القانون، رغم إيمانها بضرورة إيجاد تشريعات حاكمة لهذا الفضاء الإلكتروني، لكنها تطالب برسم معالم لهذا التطبيق كونها تخاف من أن يكون هنالك انتقاد لبعض الجهات السياسية أو لبعض السلطات، ومن ثم تعاقب وتحاسب هذه الجهات باعتبار أن اليوم أصبحت صحافة المواطن الصحفي أو الصحفي المواطن هي اللغة السائدة في وسائل الإعلام. يعني صحيح أستاذ أحمد، إحنا تعرف يعني مهما يكون التجربة الديمقراطية في العراق ما زالت تجربة يعني ديمقراطية حديثة، والعراق عانى من يعني نظام دكتاتوري استبدادي لفترة طويلة من الزمن، حتى هذه التجربة الديمقراطية مرت بمنعطفات كثيرة، ولذلك يعني هذا التخوف من وجهة نظره أيضا تخوف مشروع، خاصة وأنه بعض مفردات هذا المشروع هي يعني مفردات فضفاضة من الممكن تأويلها أو يعني بأكثر من جانب، يعني يحتاج هذا المشروع مشروع القانون إلى يعني تعديل في بعض مواده من جهة، وإلى أن يكون هناك موازنة بين التزامات العراق الدولية، سواء كانت التزامات في الاتفاقيات الدولية، وحتى إحنا عندنا اتفاقية هي الاتفاقية العربية لمنع أو لمكافحة جريمة المعلومات اللي صادق عليها العراق عام 2013، ينبغي أيضا أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنه لدينا التزامات دولية. وأيضا نحن بحاجة إلى تشريح هذا القانون، لأنه أولا إحنا ما عندنا يعني حقيقة قانون يحمل خصوصية الفرد، ولا عندنا قانون أيضا يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، ولدينا فوضى في هذا الجانب خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ممكن توجيه تهم وما شابه ذلك إلى شخصيات، وخاصة شخصيات سياسية وبعض الشخصيات المعروفة اللي تتعرض إلى يعني التشهير والتسخيط والابتزاز وما شابه ذلك. إذن الضرورة التشريعية مهمة جدا، ولكن يجب أن تكون هناك موازنة بين التزامات العراق الدولية وبين ما نص عليه الدستور العراقي وبين تشريع هذا القانون، بحيث يطمئن المواطن العراقي مثل ما ذكر الأستاذ الدكتور جاسم، يطمئن المواطن العراقي بأن الغرض من تشريع القانون هو ليس استهداف المواطن العراقي بقدر ما هو حفظ حق المواطن العراقي أو الفرد العراقي. اليوم اللي يتعرض للابتزاز والتشهير والتصغير هو ليس السياسي فحسب، وإنما المواطن العادي أيضا يتعرض إلى كثير من الابتزاز الإلكتروني وما شابه ذلك. إذا ما شعر المواطن العراقي بأن هذا القانون هو وسيلة لحفظ الحقوق وليس وسيلة لانتهاك الحقوق، أعتقد بأنه سيكون مقبول جدا، والضرورة التشريعية قائمة، ونحن بحاجة فعلا إلى مثل هذا التشريع. أستاذ جاسم، يوجه الدكتور العقيلي بضرورة العمل على التطبيقات الصحيحة لهذا القانون، وأيضا
خرجنا الموضوع من الحدود العراقية إلى دولية هذا القانون باعتبار أن الفضاء فضاء مفتوح، وهناك انتقادات من قبل منظمات دولية واعتراضات على بعض فقرات هذا القانون، وعندهم بعض المخاوف اللي أشار لها الدكتور العقيلي تتعارض مع بعض مواد المواثيق الدولية. كيف نجد مقاربات بين تشريع هذا القانون والحفاظ على هذه المواثيق والمعاهدات الدولية؟ يعني كلام جدا صحيح فضيل الدكتور العقيلي، لكن تعرف فقهاء القانون أيضا المتخصصين سواء الأخ الدكتور العقيلي أو غيره من المتخصصين في علوم القانون أو في علم القانون بكل تأكيد سيضعون هناك توازن بين التزامات العراق الدولية وبين الدستور العراقي وبين تشريع هذا القانون، وأيضا سيأخذون في نظر الاعتبار حاجة العراق وحجم الجريمة الإلكترونية التي تمارس في الأجواء العراقية. هذا مهم جدا، ولذلك لن يكون هناك تشريعا قانونيا يخالف التزامات العراق الدولية، ولن يكون هناك تشريع قانوني أيضا يخالف المواد الدستورية التي نصت قبل مادة 38 كما تحدثنا سابقا على أنها تضمن حرية التعبير. أي قانون وخصوصا هذه القوانين الحساسة التي ترتبط كما تفضلت حضرتك بالخارج أيضا، يعني تتعلق بالتزامات العراق، بكل تأكيد هذا القانون لابد أن يدرس بشكل دقيق وواضح جدا، وأيضا أن لا تكون هناك ملاحظات سواء تمس التشريع القانوني أو النصوص القانونية، وخصوصا المواد التي المبهمة أو دعني أقول المواد التي يمكن أن تسوق باتجاهات معينة. لابد أن يكون هناك نصاً قانونيا، ومواد في هذه النصوص تتعلق بضابط قانوني يخدم مصلحة المواطن أولاً ويخدم مؤسسات الدولة. سأعطيك مثل آسف للطالب، مثل بسيط جداً. عندما يخرج أي منا على شاشة أي شاشة أو أي فضاء آخر ويقول فلان سارق، والمواطن العراقي يشاهد أن هذا الإعلامي أو غير الإعلامي يقول فلان سارق، ولا تكون هناك متابعة أو مساءلة لمن أدلى بهذه المعلومات، فلا قيمة للدولة، تصبح الدولة وكأنها كارتونية وكأنها غير موجودة. عندما يتحدث شخص ما عن معلومة وهذه المعلومة غير دقيقة يحاسب، وعندما تكون هذه المعلومة دقيقة عبر الفضاءات عبر الأجواء يفترض أن يكرم. بالمناسبة أضيفت يعني مؤخرا سيادة جديدة لكل دول العالم، يعني سابقا تعرف الجو والبحر والبر هي سيادة للدولة، الآن الفضاء جزء من سيادة الدولة، بل هو أضيف رابعا لسيادة الدولة، وبالتالي احترام الفضاء، احترام مشاعر المواطنين، عدم تسريب معلومات سيئة جدا وسلبية، عدم تشويه حقيقة الواقع العراقي، نقل الحقيقة مو مشكلة، نقل الحقيقة واجب على كل مواطن، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط، هذه الضوابط تلزم الآخرين على أن يلتزموا بالنصوص القانونية التي تشرع من قبل السلطة التشريعية. وهذه الضوابط والمحددات دكتور محسن نتحدث عن ما ذهب إليه مجلس النواب من الاستعانة بخبراء قانون، بخبراء تكنولوجيا معلومات، بل وحتى من المدونين أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل احترافي. بالتالي كل هذه التعزيزات راح تنطينا قانون ناضج وما به ثغرات. يعني بالتأكيد أنا يعني لدي معلومة وكنت مطلع على هذه الأمور، أنه مجلس النواب حتى في الدورة السابقة في عهد السيد النائب الأول حسن الكعبي شكل لجنة يعني لمتابعة هذا الموضوع، وهذه اللجنة ضمت بعض القضاة وبعض المختصين في التكنولوجيا المعلومات وبعض القانونيين، وتوصلوا يعني رفعوا توصيات حقيقة إلى مجلس النواب في توصيات كثيرة يعني، وطلعت على بعض هذه التوصيات فعلا حتى ما أشرنا إليه أنا والدكتور جاسم الآن من مخاوف أنه بعض المواد يعني قابلة للتأويل، أن هناك تعارض بعض المواد مع بعض نصوص الدستور أو مع بعض نصوص القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات، مثل قانون المطبوعات، قانون التوقيع الإلكتروني، قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين أخرى أيضا فيها نصوص قانونية تتعارض مع هذا القانون. أكيد أنه هذه التوصيات الآن مجلس النواب العراقي إذا ما اليوم هو القراءة الأولى، كان يوم أمس القراءة الأولى، بمعنى أنه في القراءة الثانية ستكون هناك مناقشات، هذه التوصيات سيتم
يعني بالتأكيد دراستها ومن ثم يعني إزالة المواد المتعارضة مع الدستور ومع القوانين الأخرى، وأيضا إحكام المواد القابلة للتأويل، وبالتالي هذا القانون لأهميته الكبيرة مجلس النواب أولى وله أهمية بالغة. وأنت ذكرت حضرتك قبل قليل بأنه حتى اللجان اللي ساهمت في يعني في يعني إعداد هذا القانون، رغم أنه هو مشروع قانون جاء من الحكومة، لكن في اجتماعات اللجان هو لم يقتصر على لجنة واحدة وإنما اقتصر على عدد كبير من اللجان، لأنه هذا القانون يدخل في اختصاص أكثر من لجنة من جهة ولأهمية القانون من جهة أخرى. أعتقد سيكون القانون نعم ناضج بالشكل المقبول جدا، وأيضا لا ننسى بأنه هناك يعني طلب من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاتصالات على تشريع هذا القانون، بمعنى أنه أصبح ضرورة تشريعية ملحة في الوقت الراهن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محسن العقيري الخبير القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل المقام معي الأستاذ جاسم الموسوي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة حياكم الله مجددا، مشاهدي الأحبة، ما تزال الكويت تستعمل أوراق إثارة الفتن الحدودية، وهذا ما جرى وما يجري في المدة الأخيرة، متجاهلة القوانين العابرة للمحيطات، فأعمالها لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار ومواثيق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، وفي المقدمة الإدارة المشتركة للمياه الإقليمية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. ذات الكويتية على حدود العراق المائية تزداد وتيرة استفزازها، وهذه المرة على مقربة من كسر الأمواج التابع لميناء الفاوي حلم الدولة العراقية، بعد إنشاء الكويت منصة حفر وتنقيب واستكشاف الغاز والنفط داخل المياه الإقليمية دون أي إخطار للجانب العراقي. جرى سوء إنذار أمام محاولات تضييق المساحة الاقتصادية الخالصة المطلة على الخليج. يوم ما يحصل من تجاوزات من الجانب الكويتي، هو ليس الأول من نوعه، وإنما هنالك سلسلة من التجاوزات على الحدود وعلى الميناء، وهذا يدل على ضعف الحكومات العراقية السابقة وعدم اهتمامها بالموضوع. وأمام هذا التجاوز السافر للاتفاقيات الأممية المعنية بقانون البحار ومذكرات المحاضر الموقعة بين البلدين، فإن بغداد أمام خيارات متقدمة ومطالبة بتقديم الوثائق التي تثبت عائدية المناطق المتجاوز عليها والتصويت على خارطة الأساس والتعامل معها وفقا للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق العراق المائية واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية. طبعا احنا كلنا نعلم انه عصر القوة انتهى، وحاليا هو عصر اللين والدبلوماسية. حقيقة اكو قوانين تحدد الحدود الدولية لكل دولة والحدود البحرية لكل دولة، احنا نستطيع من خلال الاتفاقيات الدولية والحدود الدولية احنا نقدر يعني نحصل على متطلباتنا ونحصل على حقوقنا من خلال هذه العملية. وأمام هذه التداعيات والأخطار، فأن مجلس النواب جمع تواقيع 77 نائبا للبحث في تجاوزات الكويت وقضمها لسيادة العراق، مستغلة أوضاعه السياسية ومتمادية عليه شعبا وحكومة سياسيا واقتصاديا بغير وجه حق، رغم محاولات التقارب وتصفية النيات بقياس حسن الجوار بين الشعبين. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بالأستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي، وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، وعبر الهاتف السيد عامر الفايز رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية. أهلا بك سيادة النائب، أبدأ مع حضرتك. اليوم نتحدث عن نوايا التقارب بين العراق والكويت، يعكر صفو هذه النوايا ما يختلف عليه البلدان حول مسألة المياه، كيف تنظر إلى الأمر من نظرة برلمانية؟ سيادة النائب إذا تسمعني. السيد عامر الفايز حضرتك معي على الهواء مباشرة. طيب خلينا أذهب إلى الأستاذ جاسم الموسى. أستاذ جاسم، يعني في عام 2012 وقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية اتفاقية خور عبد الله، خلينا نرجع شوي لهذه التواريخ، كان هدف التعاون في تنظيم الملاحة البحرية وكذلك
الممر الملاحي في منطقة الخور 19، احتج العراق وبدت آراء الكويتيين تستخدم المنصات للاستفادة منها بطريقة الحفر المائل، سرقة النفط العراقي كما حدث في التسعينات، وبدأ هذا الملف يتعاظم ويتفاقم شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى مسائل معقدة وشائكة. الموضوع إذن ليس وليد ساعته. يعني للأسف الشديد هو الثابت السياسي يفترض لدولة الكويت أن لا تعبث بأمن ثلاثة دول كبرى هي تعيش في وسطها، العراق والسعودية وإيران. ويبدو أن الكويت للأسف الشديد أيضا لا تريد أن تفتح صفحة حقيقية وواقعية وتطمن العراقيين، رغم كل خطوات العراق والعقوبات اللي دفع ثمنها العراق نتيجة غزو الكويت ونتيجة إصرار الكويت على معاقبة الشعب العراقي. لا أعرف من الذي يدفع الكويت إلى أن تضع يدها على الرئة المائية الوحيدة للعراق وتحاول أن تضع صخرة على هذه الرئة، ولا أعرف لماذا هذه الحسابات الخاطئة في جعل العراق مختنقا مائيا ولا تسمح له بممارسة حقيقة يعني حقوقه المائية التي كفلها القانون الدولي سواء المياه الإقليمية أو المياه الدولية. نعم. ويبدو أن هذا العبث يعني أثار مشاعر العراقيين بشكل كبير جدا، وحتى هذه الاتفاقات التي أبرمت مع دولة الكويت يبدو أن الالتزامات فيها التزامات ضعيفة. هذا لا يدل بالمناسبة على ضعف الحكومة العراقية أبدا، هذا يدل على أن هناك من يدفع الكويت بهذا الاتجاه. نعم. كما دفعها في فترات سابقة. للأسف الشديد هي كانت أحد أسباب ما وقع على العراق وعلى العراقيين من سنوات حصار وحرب طويلة، رغم يعني الخطيئة الكبيرة التي ارتكبها نظام صدام. طيب. في ذلك الوقت في غزو الكويت. الكويت عندما تريد أن تعزز وجود الماء على حساب العراق فهي بذلك تعزز وجود ربما العداء التاريخي الذي سيستمر. نعم. مع الكويت إذا ما تغيرت معادلات كثيرة. طيب. وهي لا تنظر إلى علاقة استراتيجية وتأمل أن تكون هذه العلاقة مبنية على حسن الجوار وعلى تقديم كل ما لديها حقيقة، لا أقول من مساعدات إنما من نوايا حسنة تجاه العراقيين، خصوصا أن جراح 1990 لا زالت كويتية ولا زالت عراقية. طيب. العراق الآن يستطيع أن يمارس يعني دوره قانونا من خلال مجلس الأمن، من خلال الأمم المتحدة، رغم الظلم أيضا الذي وقع على ترسيم الحدود البرية والمائية على العراق. نعم. من قبل مجلس الأمن واللجان التي تشكلت. لذلك أقول العراق الآن لا خيار أمامه إلا خيار المجتمع الدولي. طيب. وأن التاريخ الجغرافي المائي للعراق هو الذي يحدد استحقاقات العراق، سواء بقرب الكويت من المنافذ المائية العراقية أو بعد العراق حقيقة عن منفذه المائي الذي دفعت الكويت. نعم. بأن يكون العراق بعيدا عن ذلك. طيب. لذلك ليس من صالح ليس من صالح الكويت، وأقولها بكل صراحة وكمراقب وكمحلل سياسي، ليس من صالح الكويت أن تزرع شوك بعد أن زرع العراق وردا أمام الكويت. طيب. أستاذ رشيد جدة الحابي بحضرتك، اليوم نتحدث عن تعرض الموانئ الاقتصادية إلى إزاحات من قبل الجار الكويت والتضييق على الموانئ العراقية، بالتالي هذا الموضوع يخضع لمعادلات اقتصادية، لمعادلات سوقية، لمعادلات الربح والخسارة. كيف تنظر من وجهة نظر اقتصادية إلى هذه الجنبة؟ شكرا أستاذ أحمد، جنابك الكريم والسادة الضيوف، السيد عضو مجلس النواب المحترم والأستاذ جاسم والجمهور الكريم، حياكم الله. الله يحييك. الحقيقة يعني أحب أن أعقب على كلام أستاذ جاسم أولا وأن أجيبك على سؤالك الذي تفضلت به. متى ما توحدت الكتل السياسية فيما بينها لاتخاذ قرار موحد يقوي من عزيمة العراق ويسترد حقوقه، سوف لن تقف كل الأمم في العالم أمام هذه الإرادة. إحنا إذا نعتمد على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي سوف لن نحصل شيئا. علينا أن نوحد صفوفنا وأن نوحد جهودنا ورؤيانا ككتل سياسية مجتمعة من شمال العراق إلى جنوبه، وعلى الكتل السياسية رؤساء وأعضاء أن يضعوا مصلحة العراق وتأريخه نصب أعينه. التأريخ سوف لن يغفل أحد، التأريخ سوف يلعن من ساهم في تبديد ثروات العراق.
من شماله إلى جنوبه. نعم، بالنسبة للجانب الاقتصادي نعم. أستاذ أحمد، حقيقة مثل ما تفضل أستاذ جاسم بخير التعبير، هي رؤية الاقتصادية للعراق، وللأسف الإزاحات المتعددة والحرب اللي كانت سنة 90 ودخول الكويت يعني وما تبع هذا، هذا كله أثر تأثير كبير جدا، لكنه كان الأولى على الكويت أن تنسى هذا التاريخ وأن تجلس إلى مائدة المفاوضات، ومثل ما تفضل الأستاذ جاسم بخير التعبير لا تزرع الأشواك أمام الورد اللي قدم العراق. إحنا جار وإحنا أهل وعوائل متشابكة، عوائل يعني مثل ما نقول أنساب بينهم ومتصاهرة، فيجب أن يعيشوا بسلام شاءوا أم أدوا أم أبوا في العراق أو في الكويت. إحنا الآن هذا حقيقة، كل هذه الحركات هي للوقوف بوجه طريق الحرير. طريق الحرير هذا المشروع الكبير الذي يعد مشروع اقتصادي استراتيجي كبير جدا للعراق، يجب أن يقام ويجب أن يقام ويجب أن يقام، وأن تتوحد الجهود من قبل كل الكتل السياسية مع الاقتصاديين مع المخططين مع الخبراء لإنجاز هذا المشروع الكبير. وإلا سوف لن تقوم قائمة العراق فيما خنق هذا الممر الوحيد للعراق. كانت المساحة البحرية اللي عندنا ممتدة امتداد كلش كبير، لكن للأسف الكويت بدأت تسحب وتسحب وتسحب. طيب. مو بس بالممر المائي وإنما حتى بالأراضي بالحدود. وللأسف التعديات والتجاوزات من خفر السواحل و يعني البحرية الكويتية على الصيادين العراقيين أيضا أثرت تأثير اقتصادي كبير في يعني تقليص أعمال هؤلاء. طيب. على أسمع الأستاذ رشيد عفوا المقاطعة أستاذ نعم. جاسم يتحدث الأستاذ السعدي عن أن هنالك أضرار على مستوى المياه الاقتصادية العراقية وأضرار حتى على الأراضي، بالتالي نتحدث عن القانون المادة من 57 من اتفاقية قانون البحار. هذه المادة اخترقت وليس فقط على مستوى المياه واليابسة بل حتى على مستوى الثروات وآبار النفط، كيف تنظر إلى هذه التجاوزات الاستراتيجية إن صح التعبير؟ يعني دعني أحيي أستاذ رشيد تحية لحضرته. أهلا ومرحبا أستاذ جاسم. أقول بكل صراحة ما أشار إليه أستاذ رشيد هو يعبر عن الاستراتيجية التي وضعت لخنق العراق هو طريق الحرير، هذا أولا. وبالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات تتعلق بالتشاطئ المائي، الكويت لا تعير لها أهمية، لأن المشروع بكل تأكيد مشروع منع العراق من أن يمر عبره طريق الحرير الذي بكل تأكيد هو يسمى بالاكتفاء الاقتصادي العراقي، أو دعني أقول بالبنى التحتية العراقية التي ستكتفي ذاتيا من خلال هذا المشروع بالتعاون طبعا مع الصين مع دول كثيرة، والذي بكل تأكيد سينقذ العراق. الكويت خططت مع دول بكل تأكيد واضح أنها جزء منها خليجية وجزء غير خليجية على منع العراق من أن يتمتع بهذا الموقع الجغرافي والبحري والجغرافي، أهميته أن العراق هو الجسر المار بين الخليج العربي والدول الأوروبية باتجاه تركيا. عدم الالتزام طبعا بكل تأكيد حتى وإن كانت يعني حكومة قوية وأحزاب قوية، الآن القوة أو استخدام القوة على سبيل المثال لا يمكن استخدامها في التوقيتات الحالية، لكن الموقف السياسي العراقي نعم أنا أتفق مع أستاذ رشيد، الموقف السياسي العراقي يجب أن يدعو الكويت بطرق ووسائل كثيرة أن تطبق حقيقة الاتفاقيات التي جرت بين العراق والكويت، وأيضا أن تلتزم وأن لا تسحف على الرئة المائية العراقية التي هي رئة وحيدة والتي كان سبب مشاكل العراق مع الكويت تاريخيا، هو هذا إما الحدود الجغرافية أو الحدود المائية، يعني ليس فقط في زمن النظام السابق إنما حتى في زمن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء الأسبق. ولذلك الكويت إذا ما اتعظت في هذه اللحظات التاريخية بكل تأكيد الجورة القائمة الدائمة ستمهد الطريق ربما في فترة معينة إلى تغيير بوصلة العلاقات بالاتجاه الذي سوف لن حقيقة يرضي الكويت، ولذلك عليها الآن أن تلتزم بهذه الاتفاقيات وهذا التشاطئ وأن تسمع العراق. لماذا الكويت تذهب مع إيران تتفق ولا تذهب مع العراق لكي تتفق؟ لماذا عندما شعرت أن هناك مشكلة أكو اتفاق مع العراق وهذه الدعوات أيضا أستاذ رشيد أشركنا بالموضوع، يعني هناك بعض الدعوات من برلمانيين قادة رأي متخصصين إلى السيد رئيس الوزراء
بأن يدرس موضوع علاقة العراق مع جار الكويت، وهو أيضا رجل اهتم كثيرا بهذا الملف منذ أن كان تنفيذيا أو برلمانيا، واليوم هو رئيس وزراء. نتحدث فقط عن ما قامت به حكومة تصريف الأعمال، وهناك مطالبة للسيد السوداني بإيقاف المحضر، محضر اجتماع الموقع بين وزارتي النقل العراقية والكويتية بشهر الثامن اللي فات، وكانت حكومة تصريف الأعمال، وهذا الموضوع خاص بالأنشطة البحرية والتجارية في مياه الخليج، حتى نتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية اللي من الممكن أن يتحملها العراق. هل سيكون العراق قادرا عبر رئيس وزرائه من إلغاء هذا المحضر؟ الجواب نعم أستاذ أحمد، لأنه المحكمة الاتحادية قد أقرت ببطلان قرارات تأخذ منحى سيادي ومؤثر على السياسة العراقية الصادرة من حكومة تصريف الأعمال، وهذا جزء، هذه الاتفاقية هي جزء من القرارات التي يجب إبطالها بموجب قرار المحكمة الاتحادية، لأنه يؤثر تأثير كبير جدا على العراق. أنا مثل ما تفضل أستاذ جاسم مؤكد على كلامي، أطلب من الكتل السياسية موقف سياسي حازم بالاستفادة من خبراء ومختصين في مجال البحار ومجال الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية. احنا مو كلها حروب لا، وإنما الموقف السياسي القوي لما تكون حكومة صلبة وقوية وذات إرادة مبنية على واقع علمي مهني حقيقي للبلد، أنا ذاك ستكون النتائج جيدة جدا أستاذ أحمد. أريد حكومة قوية، رئيس وزراء قوي، وأنا حقيقة كل أمل والتفاؤل بالسيد رئيس الوزراء لكياسته والاتزانه ولحصافته في تقدير الأمور، هذا تقديري، وسيما أن الوفد كان مشكل في وزارة الخارجية والجهات أخرى أيضا مشكلة مع الوفد، وهذا ما يعطي انطباعا أنه ستكون هنالك قد تكون نتائج أولية جيدة، لكنه يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى تضافر جهود كل السياسيين بما فيها الوزارات المعنية، البحرية، الخارجية، وزارة الموارد المائية فيما يخص شط العرب وامتداداته إلى البحر، وكل جوانب والسياسة الدولية والسياسيين هم ضليعين في هذا الجانب يا أستاذ أحمد. طيب. موقف سياسي قوي جدا يهتم بمصلحتنا، والله يخليكم كتلنا السياسية ابتعدوا عن الفساد، هنالك مؤشرات كثيرة جدا أستاذ أحمد على تلقي عدد من السياسيين رشا، وهذا على وسائل الإعلام ظهرت، احنا ما شفنا بيدينا بعيننا، بس على وسائل الإعلام أنه هنالك رشا وفساد منتشر في العراق، وقد يكون هذا جانب مؤثر كلش. وأستاذ عامر عبد الجبار وزير النقل اللي كان أيضا تحدث كثيرا في هذا الجانب. نعم. طيب أستاذ جاسم، يتحدث الأستاذ سعد عن كثير من الإرهاصات، وأول سؤال سأسأل حضرتك في الملف الأول كان حول التقارب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في توحيد الرؤى والأفكار اللي تخدم مصلحة الشعب العراقي. ذات السؤال أستاذ جاسم، السيد محسن المندلاوي اجتمع تحديدا يوم الأحد مع كوادر متقدمة في وزارة النقل بالموانئ العراقية، وكيل فني لوزارة النقل، مدير الشركة العامة للموانئ العراقية، وبدأوا بالتحضير والبحث في التجاوزات الكويتية. هذا التعشيق والتقارب بين السلطات في الدولة العراقية، هل راح ينتج لنا شيء مغاير لما كان يحصل في السابق؟ بالتأكيد. أولاً المادة 83 تنص على أن العلاقة بين مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التشريعية علاقة تضامنية شخصية. نعم. بمعنى عندما يشعر عضو البرلمان أو النائب الأول أو أي من أعضاء البرلمان هناك خطر حقيقي تحتاج السلطة التنفيذية إلى دعم في اتخاذ هذا القرار، لابد أن يكون هناك تلاقي واجتماع وتفاهمات، وهذه المساحة مساحة مهمة تدل على الشعور بالخطر من السلطة التشريعية السلطة التنفيذية، لأنها تعبر عن رأي الشارع العراقي الذي حقيقة منزعج وبشكل كبير جدا من أن تسرق أراضي العراق ومياه العراق وأن يخنق العراق وأن تكون كما تفضل ضيفك الكريم هناك من قبل الرشا من الفاسدين. طبعا ستعزز قوة الحكومة في المطالبة بالالتزام من الكويت بكثير من الاتفاقات، وجزء منها ما تحدثنا عنه المحكمة الاتحادية ألغت كل القرارات والاتفاقات التي تبنتها حكومة تصريف الأعمال سيئة الصيت. لذلك الآن حضور النائب الأول رئيس البرلمان مع الوزراء مع التخصص مع الوفد اللي قاد السيد السوداني مهم جدا، عندما
تشاهد محافظ البصرة، بمعنى أن الموضوع السيد السوداني عازم على مناقشة البصرة التي تجاور يعني الكويت، وبالتالي هي حدود جغرافية، حدود بحرية، هناك إصرار ورسائل مهمة جدا أن السلطة التشريعية متفقة مع السلطة التنفيذية في خطوات حفظ حقوق العراقيين، وهذا لم نشهده طبعا سابقا، كان مزاج سياسي، هناك من لديه حجيج للكويت، هناك من يرفض التعامل بحزم للحفاظ على حقوق العراق في جنوب العراق أو في شمال العراق، وهذه صورة جديدة لواقع سياسي يطور النظام السياسي ويعزز ثقة المواطن بهذا النظام السياسي. قيمة التوأمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية رسائلها إلى الخارج أكثر من رسائلها للداخل، هو أن هناك إصرارا من ممثلي الشعب العراقي وتخويل للسلطة التنفيذية بأن تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه من يريد حقيقة أن يأخذ من حقوق العراق، من أرض العراق، من مياه العراق، وهذا ليس إنشاء. نعم، طبعا هذه حالة جديدة، كلما تكون صحيحة كلما تكون النتائج دقيقة ومثمرة. أشكر شكرا جزيلا السيد جاسم الموسوي المحلل السياسي، والشكر كثير لحضرتك أستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي. شكرا، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.